كورس الـ RGT المستوى الرابع السلالم. انت عزفت يا بتاع البيانول وقعت دماغنا. اهلا بيكم، اتمنى اننا نكون بنعمل تقدم في مذاكرتنا في الجيتار، والنهارده هنبدأ في الليفل 4 او المستوى الرابع في الجيتار في كورس الـ RGT البريطاني. اول حاجة هنبدأ بيها في الكورس في المستوى الرابع السلالم. السلالم دي عنصر مهم جدا بنتعلمه علشان ناخد على مسطرة الجيتار ونقدر نعزف في اي مقام او سلم من اي مكان على مسطرة الجيتار، وده هيبدأ يتحقق معانا دلوقتي من المستوى الرابع. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان في المستوى الرابع عندنا دلوقتي هنبدأ المطلوب منك كل سلم هتعزفه يكون من مكانين مختلفين، يعني في 2 باترن لكل سلم بيغطوا مساحة كبيرة من المسطرة. فانت بعد كده لما تبقى قريب من الحتة الفلانية وعايز تدخل على سلم معين في الحتة الفلانية دي، هتبقى معاك الادوات اللي تؤهلك تتحرك على مسطرة الجيتار بحرية، سواء كنت هتعزف او هتألف او كنت هتعمل ارتجال او امبروفايزيشن. الباترن الاولانية او الباترون او السلم، الطريقة الاولانية لعزف السلم الماجير هيبقى سلم لا ميجر اللي هو اي ميجر باللغة بتاعت الكورس. الاي ميجر انا هبدأه اول باترن بتاعتي الصباع الثاني على الوتر السادس، الصباع الثاني على الوتر السادس النوتة لا، هيبقى 2 4، الوتر الخامس 1 2 4، الوتر الرابع 1 3 4. كده انا وصلت الاكتاف، هي دي نوتة اللا. بعدين الوتر الثالث 1 3 4، الوتر الثاني 2 4 بس نوتين، الوتر الاولاني 1 2 4 او 1 2 بس، لان انا هقف عند الاكتاف بتاعي بتاع الله. فانا عندي 3 لا هنا، واحدة لا هنا، واحدة لا هنا، والاكتاف بتاعي بيبقى السلم كله على بعضه عامل كده. الباترن دي بالذات مفضلة عندي، انا بعمل الباترن ديت لان انا بصراحة عاملة زي بتتحرك باربع صوابع على المسطرة رأسي على طول، فما فيهاش اي امتداد ولا شد للصوابع، فممكن تؤهلك انك تعزف. فممكن تعزف اي لحن ببساطة من باترن واحدة بسرعة من مكان واحد. الباترن التانية هنعملها كالآتي، الصباع الرابع الصغير بتاعي على النوتة بتاعت اللا بتاعتنا، هو سلم A ميجر برضو، بعزف نفس السلم. الصباع الرابع على الخانة الخامسة او الدستان الخامس من الوتر السادس، بعد كده 1 3 4، بعد كده 1 3، بعد كده بتحرك بالصباع الواحد ده كمان خانة واعمل على الوتر التالت 1. قدامك اختيارين بعد كده، يا تعمل 2 4 او تعمل 1 وبنفس الواحد تتحرك خانة وتبقى 3. انا بفضل ديت. ليه؟ لان على الوتر التاني هنزل 1 2 4، فانا اما بتحرك تاني من الاول 1 1 3 4 نازل في نفس الخط 1 3، هتحرك خانة واحدة ناحية الشمال 1 1 3 1 2 4، ده الوتر التاني، والوتر الأخير 1 3 4. فالأكتاف عندي هنا لا، وعندي لا، لا هنا، في لا هنا، و بنهي عند اللا اللي تحت. لو تاخد بالك دايما اللا اللي تحت زي اللا اللي فوق، لان احنا الوترين مي ومي، فانت لازم هيبقى نفس النوتة اسمها لا بس من اكتاف تاني. السلمين اللي احنا عملناهم دلوقتي
اتنين لا ماجير بس اوكتافين. احنا عدينا دلوقتي مرحلة ان احنا بنلعب اوكتاف وحتة واوكتاف وخلاص، دلوقتي بقى اوكتافين كل سلم. وانا عندي لو انا موجود هنا شوف، غطيت من هنا يعني المسطرة عندي اتغطت من سلم اللا ماجير من الاول لحد تقريبا الاستنمرة سبعة، غطيت في المنطقة دي كلها سلم اللا ماجير من اوكتافين. تاني سلم هناخده، بما اننا واخدين باترنين للسلم الماجير هنعمل باترنين للسلم البنتاتونيك ميجر. هو سلم لا زي ما هو كده، هنبدأه اول باترن بتاعتنا هتبقى احنا اول باترن اخدناه زي ما احنا بدأنا بالوتر بالصباع التاني على الوتر السادس، هنبدأ برضو هتبقى 2 4 1 4 1 4 1 3 2 4 و2 تاني. ده سلم البنتاتونيك اللا ميجر بنتاتونيك من الباترن اللي احنا تعلمناها اول واحدة الميجر. طب الباترن التانية نطلع منها بنتاتونيك برضو، ايوه بالظبط كده، صباع الرابع على الوتر السادس الخانة الخامسة 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 فهيبقى شكله كده. بقفل على اللا ميجر بنتاتونيك، خلي بالك لازم نفرق بينه وبين اللا ماينر بنتاتونيك، ده ميجر بنتاتونيك. السلم اللي جاي مش من اللا ميجر، ده اللا بلوز. لما نتكلم عن اللا بلوز لازم هيبقى ماينر بنتاتونيك، بس ناقص عنده النوتة التالتة بتتعامل كمان بيمول، يعني في تالتة بيمول وتالتة. لو احنا لقينا التالتة بيمول وتالتة في سلم بنتاتونيك ماينر ده بيبقى البلوز. اول بوزيشن للسلم دوت هيبقى من اللا مينير العادي اللي احنا بنعمله، هيبقى الصباع الاولاني على الخانة الستة الخانة الخامسة في الوتر السادس 1 4 1 2 3 يعني الوتر الخامس 1 2 3 3 جنب بعض كده، ده اللي بيدينا الاحساس بتاع البلوز. هو ده اللي بيدينا طعم البلوز. فواحد اربعة واحد اتنين تلاتة، بعدين الوتر الرابع 1 3 عادي زي ما احنا كنا عاملين، بس احنا قلنا الفلات سكند اللي هي الوتر الرابع 1 3 الخامس بقى هيبقى 1 3 4 عشان يدينا طعم البلوز ده، وبعدين الوتر التاني 1 4 واختم عند الوتر الاولاني خامس خانة. ده اول وضع من اللا مينير البلوز بتاعنا او اللا بلوز. تاني وضع احط الصباع التالت على الوتر السادس في الخانة الخامسة 3 1 3 4 وبتحرك خانة ناحية الوتر الرابع خانة واحدة بس شمال 1 4 وبعدين تحتيها هنزل 1 4 تاني من الاول 3 1 3 4 واتحرك خانة 1 4 تحتيها 1 4 بعد كده 2 3 4 واخر حاجة هتبقى 2 تاني على 4 تاني 3 1 3 4 اتحرك خانة 1 4 1 4 2 3
أربعة، أنزل تاني اتنين أربعة، وقفت عند اللا تاني. آخر سلم معانا هيبقى اللا الماينر الطبيعي، الـ A natural minor. السلم ده هنعمله من بوزيشنين كالعادة. أول بوزيشن بحط إصبعي الأولاني على نوتة اللا في الوتر السادس، هيبقى واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة، أحرك واحد وهو هو نفسه أحركه، تلاتة واحد اتنين أربعة واحد. تاني وضع عندي الصباع الرابع على الوتر السادس زي ما احنا قلنا كده في الوخانة الخامسة، واحد واحد اتنين اربعة، واحد اتنين اربعة، واحد تلاتة اربعة، وانزل بالواحد بتاعي على الوتر التاني في الخانة التالتة، واحد تلاتة اربعة، عشان هنزل على الوتر الاول واحد وتلاتة وابقى ارتحت. فانا عندي نقلة هنا من واحد تلاتة اربعة، احرك الواحد خانة عشان يبقى واحد تلاتة اربعة تاني، واحد تلاتة. تمام، عملنا السلالم كلها. اتمنى نتمرن على السلالم دي. كل ما تتمرن على السلم ببطء كل ما السلم يبقى ايدك حفظته، لدرجة انك انت ممكن تعمله مغمض، يعني هتغمض عينك كده. من كتر ما انت بتتمرن على السلم طالع نازل، اتمرن ببطء ومع مترونوم عشان ايدك كمان بالريشة تقدر تتحرك up وداون. طبعا لازم نعمل الموضوع ده بالتبادل، up وداون up وداون كل الوقت، وايدك تبقى مرخية وانت بتتعمل. لو اتمرنت ببطء على مترونوم هتوصل للسرعات اللي انت عايزها على الجيتار عشان تعزف بيها اي مقطوعة. واشوفكم الحلقة الجاية.